السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Urethral injuries. مقدمة أناتومي كده صغيرة يا جماعة قبل ما نبتدي الـ Urethral injury. الـ Urethra بتتكون من جزء صغير قوي فوق البروستيت اسمه بري بروستاتيك بارت ما يخصناش، جزء ماشي جوه البروستيت ما يخصناش اسمه بروستاتيك يوريثرا، وعندنا جزء بقى اللي بعد البروستاتيك يوريثرا ده اسمه ميمبرينوس يوريثرا، والميمبرينوس يوريثرا ده متحوط بالاكسترنال يوريثرا سفنكتر. الفولانترلي اللي انت بتتحكم فيها اللي مسؤولة عن الكونتيننس اوف يورين. بعد كده هون اليوريثرا بتخترم الممبرين اللي انا رسمه بالازرق دوا. البرين ده اسمه برينيال ممبرين، برينيال ممبرين، وده بيفصل ما بين البلفيك كافيتي فوقيك ومنطقة البرينيوم تحتيك. يعني ده كده هو يبقى جوه البلفيك كافيتي فوق البرينيال ممبرين الازرق، واللي بره ده يبقى بره البلفيك كافيتي. جزء اليوريثرا ده اللي بره البلفيك كافيتي الجزء ده كله بقى اللي اسمه الانتيريور يوريثرا او بينايل يوريثرا. اول جزء من اليوريثرا من الانتيريور يوريثرا ده اللي داخل جوه البلب اوف بينس اللي موجود عندك في البرينيوم على فكره، ده بيطلق عليه بلبس يوريثرا. بلبس يوريثرا. اليوريثرا اما بيحصلها انجري في 99% بيحصلها انجري في حته من اثنين، يا اما في الممبرينس يوريثرا وده فوق البرينيال ممبرين وبالتالي ده يبقى جوه البلفس الانجري دون، فده افكشن اوف ذا ممبرينس يوريثرا دون بيتقال عليه انترا بلفيك رابشر اوف ذا يوريثرا. تاني اشهر مكان للانجري الجزء ده اللي في البلب والبينس في البرينيوم بتاعك، وده حيث ان هو بره البلفيك كافيتي فده بيتقال عليه انجري في البلبس يوريثرا او اكسترا بلفيك رابشر اوف ذا يوريثرا. تعالى ناخد الجزء الاولاني دون اللي هو الانترا بلفيك رابشر اوف ذا يوريثرا اللي متحوط زي ما اتفقنا بالاكسترنال يوريثرال سفنكتر. نبص نلاقي يا ترى ايه السبب اللي يعمل الانجري في الممبرينوس يوريثرا. دايما دايما الانجري بيحصل في الممبرينوس يوريثرا هنا يا جماعه جاست بيلو ذا بروستيت، جاست بيلو ذا بروستيت. ايه اللي هيعمله الانجري ده؟ وان العظمه دي اتكسرت، فراكشر في السيمفيس بيوبس وفي البيوبك بون، والعظمة دي بقت displaced backward تك راحت قطعلك ال membranous urethra. هتقول غريبة قوي ده انا فراكشر بلفيس ده كان لسه واخده كان عامل injury في المنطقة دي من اليورينا بلادر الذي كان اللي كان بيطلق عليه extra peritoneal rupture of the urinary bladder. فعلا الفراكشر بلفيس ده هو هو، وفراكشر في البيوبك بون هو هو، العظمه دي وهي راجعه ممكن تعمل الاثنين في نفس الوقت، سيمالتينيوس انجري في الاكسترا بريتونيال رابشر اوف ذا يوريثرا بلادر مع انترا بلفيك رابشر اوف ذا يوريثرا اللي هو رابشر اوف ذا ميمبرينس يوريثرا. عشان كده في تشابه ما بينهم كبير قوي، وبيبقى في دايما ديفرنشال دياجنوز ما بين الاكسترا بريتونيال رابشر اوف ذا يوريثرا بلادر اللي هنا في الانتيرو وول او في جرها اللي تحت دون على طول اللي هو الانترا بيلفيك رابشر اوف ذا يوريثرا. في المنظر السيمبل ده اللي احنا كنا شفناه هتلاقي ان دي قريبه قوي من دي، ده رابشر بلادر اهي اكسترا بريتونيال رابشر، ودون رابشر في الممبرينس يوريثرا اللي هو الانترا بيلفيك رابشر. بس خد بالك ان برضو الرابشر يوريثرا ممكن يحصل في اي انسترومنتيشن في اللور يورينري تراكت، زي مثلا بتدخل سيستوسكوب، بتدخل كاستر، ممكن تعمل انجري لليوريثرا. يا ترى في اي اسباب تانية للانجريز؟ في اسباب ليس كومنلي زي اوبن انجري
استاب او طلقة رصاصة، ولو انها صعب قوي ان هنا توصل استاب او طلقة رصاصة في الحتة دي بالذات يعني. ممكن جدا على فكرة ياتروجينيك انجري، ياتروجينيك انجري زي ما بقول لك وانت بتدخل سيستوسكوب بتعمل عملية قريبة من المنطقة دي زي بروستاتيكتومي مثلا، حاجة زي كده هون ممكن تعمل انجري للانترابيلفيك بارت اوف ذا اوريثرا. رابشر في الانترابيلفيك بارت اوف ذا اوريثرا اللي احنا بنتكلم عليه ده، وان الباثولوجي بتاعه ايه؟ اكسترافازيشن اوف يورين، كل ما العيان ده هون يحاول يتبول البول بدل ما يطلع على بره البول اكسترافازيتد فين؟ زي بالظبط الاكسترا بريتونيال رابشر اوف ذا يورين بلادر، اليورين هيحصل له اكسترافازيشن حوالين اليورين بلادر في البيري فازايكال سبيس وفي البيري بروستاتيك سبيس. كل ما العيان بيحاول يعمل ميكتوريشن، عشان كده وانا على فكره في العلاج اول كلمه بقول للعيان ارجوك اوعى تحاول تعمل ميكتوريشن خالص. وطبعا بقى تلحقه بسرعه بعد كده لان العيان عنده اكيوت ريتنشن اوف يورين وعايز يتبول، فعشان نقلل الاكسترافازيشن والمشكله بتاعت العيان دون بليز افويد اني اتمت تو افويد اور تو ميكتوريت. الحاجه اللي برضو مهمه هنا هو قوي اليورين، كل بقى ما بيتجمع ويحاول العيان ده يتبول تبص تلاقي البول بيتجمع ويقشر البريتونيوم، ويتجمع البول ما بين الفاشيا ترانسفيرساليس اللي مبطنه الانتيرو ادجنال وول والبرايتال بريتونيوم. وطبعا ده يبان كلينيكالي على العيان في شكل سوبرا بيوبيك انكريزنج سويلنج، قاعد بيزيد 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 هنا هون وبين فلو تندر. العيان ده هو يا ترى ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ على فكره شبه قوي اول ثلاثه، شبه قوي الاكسترا بريتونيال رابشر اوف ذا بلادر، هم العيان عنده مينلي السبب النصيبه اللي هي الكومبليكيشن اوف فراكشر بلفيس والاسوشيتد انجريز والهايبوفوليميك شوك الفظيع. الهيمورج مش من اليوريثرا هنا، الهيمورج من هنا من الفراكشر، زائد طبعا هنا البول اللي مش نظيف دون اللي موجود في البلفس هيعمل لك بعد كمان بلفيك ابسس. فاول ثلاثه زي بالظبط الانترا بريتونيال الاكسترا بريتونيال رابشر اوف ذا بلادر. وايه تاني بقى؟ للاسف هنا هون يا جماعه انجوري للمبرينس يوريثرا، ده مش ممكن يعمل لك انجوري للاكسترنال يوريثرا سفنكتر ودي المسؤوله عن الكونتيننس، فالعيان ده للاسف يجي له انكونتيننس اوف يورين. مش كده وبس، الممبرينس يوريثرا دي ماشي جنبها النيرف سبلاي اللي رايح لمين؟ للايركتايل تيشو بينس، فممكن في قطعه اليوريثرا دي يتقطع اللي جنبيها كمان اللي هو النيرف سبلاي للايركتايل تيشو بينس، والعيان ده يجي له امبوتنس بعد كده. العيان ده اكيد اول لما اتقطعت اليوريثرا العيان ده هو كل ما يحاول يتبول مفيش حاجه بتنزل، ما بيفضيش بره، ده بيفضي على جوه جوه البلبس، فدي حاله اكيوت ريتينشن اوف يورين واليورين بلادر ديستندد باليورين. العيان ده هو عنده ريتينشن اوف يورين ليه؟ لان الوجع الفظيع اللي عنده ده في البلبس عامل ريفلكس سبازم في الانترنال يوريثرا سفنكتر، فعشان كمان عنده acute retention of urine. وكل ما يحاول يتبول مهما يحاول شوية بول بينزل هون في الأماكن الغريبة دي حوالين البلادر وحوالين البروستيت، لكن هو عنده acute retention of urine نتيجة الreflex spasm في الانترنال urethral sphincter. العيان ده هون بعد كده بعدة أسابيع وشهور لو حصل هيلينج الهواء مش هيحصل هيلينج فايبروزس، وعشان كده متوقع ان احتمال كبير قوي الهيلينج ده يكون بستريكشر يوريثرا. يا ترى ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع العيان ده؟ العيان ده كالمعتاد عنده هيستوري اوف سيفير بلفيك تروما، بلفيك تروما عشان كده حصل فراكشر في البلفيس وفراكشر في البيوبيك بون، بعديها في سوبرا بيوبيك بين وتندرنس، الفراكشر بلفيس قاعد بيخر دم، فالعيان اكيد عنده هايبوفوليميك شوك
والعيان عنده manifestation of fracture pelvis وعنده increasing swelling painful وtender في السوبرا بيبك ريجون. وعرفنا ايه السويلنج ده اللي هو الاكسترافازيتد يورين. العيان ده هو عنده طبعا acute retention of urine فعنده intense desire to micturate. العيان ده هو لو حاول يتبول غالبا اليورين كله بيبقى اكسترافازيتد. ده لو كومبليت تير مقطوع تماما اليوريثرا. بس لو ان كومبليت تير ممكن يروح نزل لك شويه بول هنا هون من البينس وطبعا هيكون نقصتين ثلاثه بول مع الرقيم بدم. البي ار اكزامينيشن حط صباعك هنا هون في الريكتم هتحس السيستيك سويلنج اللي موجود في البلفس اللي هو الاكسترا فازيت جورين. لو في كومبليت رابشر توتال رابشر في الممبرينس يوريثرا، الممبرينس يوريثرا دي هي اللي ماسكه البروستيت والبلادر في مكانهم. لو اتقطعت اليوريثرا دي تماما هتبص تلاقي وانت بتعمل بي ار البروستيت فلوتنج طارت عايمه في الميه اللي حواليها دهيا وبعدت عن المكان الطبيعي بتاعها. وده مهم جدا ان هو ده بقى يفرق لك ما بين الاكسترا بريتونيال رابشر اوف ذا يورينال بلادر من الكومبليت توتال رابشر اوف ذا انترا بيلفيك رابشر اوف ذا يوريثرا. البروستيت طايره لفوق. العيان ده هو اكيد عنده مانيستيشن اوف اكيوت ريتنشن اوف يورين وهتلاقي حوالين القضيب بتاعه كده هو حوالين الاكسترنال يوريثرا ميتس كم نقطه دم. فيو دروبس اوف بلاد يورين. العيان ده هو ان اوعى تفكر في يوم من الايام سواء كانت انترابيلفيك او اكسترابيلفيك رابشر ان انت تعدي قسطره. احنا في الرابشر بلادر كنا عادي جدا ممكن اتبع الكلينيكال بيكشر ان انا اقول ما ندخل قسطره ونشوف هتجيب ايه. عادي القسطره هتعدي وتوصل للبرادر. بس ان هو لو انت حاولت تدخل قسطره هتعقد المواقف. ليه؟ احنا طبعا كنا خدنا في ال رابشر يوريثرا ده هي ايه الانواع بتاعتها؟ ايه انواع الرابشر يوريثرا؟ نعيدها لكم كده تاني. الانواع بتاعت الرابشر يوريثرا بتتقسم طبعا حسب المكان لانترا بيلفيك واكسترا بيلفيك رابشر وبتتقسم حسب السكنس التخن ميكوزا سب ميكوزا مصليه. هل يا ترى السكنس كله مقطوع ولا مثلا ميكوزا بس اللي مقطوعه صب ميكوزا مقطوعه؟ فلو ميكوزا وصب ميكوزا مقطوعه دي بارشل انجري في السكنس. لكن لو الصب ميكوزا والميكوزا والمصل اللي هي المقطوعه لا دي تبقى توتال انجري. طب السيركمفرنس بقى السيركمفرنس كله مقطوع ما اليوريثرا دي زي انبوبه فالانبوبه دي مقطوعه كده تماما يبقى ده كومبليت انجري ولا هي مقطوعه حته بس جزء من السيركمفرنس مقطوع وجزء الثاني لا دي تبقى اسمها انكومبليت انجري. ممكن الانجري يكون جاست كدمه كونتيوجن بس ممكن يكون قطع لاسيريشن. هنا هون يا جماعه لو في انجري في اليوريثرا سواء كانت ممبرينس او سواء كان في البلبس يوريثرا في معظم الاحوال الانجري بيكون انكمبليت يعني جزء من السيركمفرنس بس اللي مقطوع. طب وايه يعني حلاوتك دخل بقى القسطره كده القسطره وهي داخله غالبا هتروح داخله في الخرم اللي حاصل وتروح محوله لك الانكمبليت انجري الى كومبليت توتال انجري فهتلبخ الموضوع. طبعا البارشل انجري ده على فكره اللي هو انكمبليت ده سهل جدا يحصل له هيلينج وحتى من غير ستريكشر. لكن انت وانت بتدخل قسطره وحولته لكمبليت توتال انجري ده بقى اللي هيجيب الستريكشر. العيان ده هو ان يا ترى ايه الديفرنشال دياجنوز بتاعه؟ المنظرين اللي شبه بعض دول بالملي اللي هي ما بين الاكسترا بريتونيال رابشر اوف ذا يورينال بلادر والانترا بيلفيك رابشر اوف ذا يوريثرا.
العيان ده هو يا ترى تحبوا تعملوا له انفستيجيشن زي ما احنا متعودين الاربعه الاولانيين هم عادي جدا الهيماتوكريت والهيموجلوبين بيرسنت، عشان لو لقيتهم ديكريزنج في اي حادثه يبقى ده معناها بروجريسيف بليدنج. يورين اناليسيس هتلاقي طبعا في دم اكيد، لو في يعني يورين نازل من العيان حلله هتلاقي مليان دم. البلينكس اي طبعا هتلاقي فراكشر بلفيس منور في الصوره. العيان ده هو اي في يو هتلاقي فيه ديستندد بلادر عشان فيه ريتينشن، ولو ان بيني وبينك في الاكيوت ريتينشن غالبا مش هنعمل اي في يو، والاي في يو بتبقى شبه كونترا انديكيتد ما في اكيوت كونديشن زي كده. ففي الاكيوت ريتينشن في حالات اليوريثرال انجري الاي في يو غالبا يعني مش هتتعمل. هيتعمل بقى هنا هو يبقى ايه بقى، بس هنا هو تحط طرف القسطره كده هون عند ايه اول البينس وتروح حائن صبغه عشان اعمل اسندنج، عشان الصبغه طالعه من تحت لفوق، واصور اليوريثرا تبقى اسمها اسندنج يوروثروغرافي، تبين لك التير فين والليكج والاكسترا بوزيشن فين جوه البلفس، وعرفنا انها انترا بلفيك على طول. برضه السي تي سكان والالترا ساوند هيبين لنا الكلام ده هون، بس مش بدقه الاسندنج يوروثروغرافي. اكتب لي على الاسندنج يوروثروغرافي دي الانفستيجيشن اوف تشويس في العيانين اللي عندهم رابشر يوريثرا. التريتمنت بتاعهم ايه؟ زي اي حادثه، البرايمري سيرفي والريسسيتيشن. اللايف سيفنج ميجرز هي دي اهم حاجه وفيرست برايورتي. ولما يجي لك في الام سي كيو دايما في اي حادثه يقول لك اول حاجه هعملها ايه؟ تختار طبعا الاي بي الاير واي والبريزنج والبرايمري سيرفي اهم حاجه. طبعا العيان ده وان حيث انه عرضه للبلفيك ابسس اكيد طبعا بنديله كمان بروفلاكتيك انتي بايوتيك. الكيوراتيف تريتمنت بقى بشكل ايه؟ فاي رابشر يوريثرا في النوعين بتوعها، اول كلمه بخش على العيان اقول له ارجوك ما تحاولش تتبول، لان اللي هيتبوله اكسترا فازيتد وهيعمل لي بعد كده هو مشاكل. احنا بسرعه هنتدخل وهنفك المشكله اللي انت فيها، بس ارجوك امسك نفسك. وتاني حاجه زي ما اتفقنا، اوعى تفكر في يوم من الايام تدخل قسطره اللي اتفقنا انها هتعقد لك المواضيع. فمفيش قسطره مفيش تبول. وبسرعه بقى العيان ده ناخده على اوضه العمليات عشان نعمل له ايرجنت دايفيرشن اوف يورين، تحويل مجرى البول بسوبرا بيوبيك سيستوستومي. سوبرا بيوبيك انسيجن واحط التيوب جوه اليورينال بلادر وتكون طالعه من السوبرا بيوبيك ريجون، عشان البول دايما يطلع من البلادر على بره على طول. مش عايز لمده 3 اسابيع يعدي نقطه بول على الاقعده هي. في الثلاث اسابيع دول هيكون حصل الهيلينج. طيب بعد كده هو بعد بقى ما شلنا فضينا ال evacuated urine evacuated extra vasic urine والعيان ده هو بعد ما عالجنا له المشكلة ده هي لازم طبعا ال fracture pelvis. فيني بقولك هو الحكاية مش حكاية fracture الوسرة، الحكاية حكاية fracture pelvis هي الأساس. فأنا عالج بسرعة كده هو سبب السبسس ده هي وسوبرا بيوبيك سيستوستومي، والعلاج بعد كده كل موجه للبلفس. واتفقنا طبعا في فراكشر بلفس ما دام في سيبسيس هنا هون اكسترنال فيكسيشن، اثبت الكاس ده من بره، وان انا ادق مسامير ولا اعمل انترنال فيكسيشن كونترا انديكيتد عشان تعمل اوستيومايلايتس. العيان ده هون بعد ما عملنا السوبرا بيوبيك سيستوستومي وفضينا القاذورات وعالجنا فراكشر بلفس، بعد 3 اسابيع بيكون بالظبط حصل هيلينج. وعليك بقى بان انت تعمل ايه؟ تشوف يا ترى العيان ده وانا عنده ستريكشر يوريثرا ولا ما عندوش. لو عنده ستريكشر يوريثرا لازم تعالج الستريكشر يوريثرا ده هي. زي ما طبعا انتوا عارفين بقى في اليورو سيرجري تريتمنت اوف ستريكشر يوريثرا. كلكم هتقولوا لي طب انا هعرف عنده ستريكشر ولا لا ازاي؟ بعمل له اي في يو. اي في يو والريور بلادر مليانه
وطبعا حسد بقى الانبوبه بتاعت السوستم تيوب، واخلي العيان ده هو يتبول، واشوف بقى في الايه خلاص حصل هيلينج والبول ماشي سلس وظريف وطبيعي ولا فعلا في ناروينج. ده يبقى في ناروينج، يبقى في ستريكشر، وتعالج ستريكشر يوريثرا زي ما خدنا. الاشعه اللي انا بعملها دي يا جماعه اسمها ميكتيوريتنج سيستو يوريثروجرام، بيصور لنا البدر باليوريثرا والعيان بيعمل ميكتوريشن قدامي وشايف الداي وهي معديه في اليوريتر وشايف في ناروينج ولا لا. مفيش ناروينج، وده بيبقى في الغالب على فكره، يبقى الحمد لله لو حصل ستريكشر تريتمنت اوف ستريكشر، ويبقى ده الانترا بيلفيك رابشر اوف ذا يوريثرا. ثانك يو فور جود ليسننج اند جود لك.